في الحالات الطبيعية وحيث الدماغ يهيمن على كل شيء، على جميع الوارد الحسي كما وعلى جميع الصادر الحركي، يحتفظ كل منعكس شوكي بدارته الخاصة والمستقلة عما سواها. فتنبيه ساحة منعكس شوكي بعينه يطلق استجابة حركية خاصة بهذا المنعكس، هي استجابة وحيدة مفردة لا تكرار لها، نوعية تخص المنعكس المخصوص بالدراسة، هي استجابة مضبوطة الشدة والقوة وفي الجهة ذاتها حيث وقع التنبيه. في أدوات العصبون المحرك العلوي تظهر المنعكسات الاشتدادية كما ويمكن أن يظهر الرمع كذلك. يمكن النظر إلى الرمع باعتباره سلسلة من المنعكسات الشوكية الاشتدادية المتعاكسة وظيفيا والمتقابلة مكانيا، يتبع بعضها البعض على نحو متداخل، فمن ينتهي السابق حتى يبدأ اللاحق منها، وكأن جواب السابق هو المطلق للتالي، وذلك في متوالية حركية قد تطول حينا من الزمن. هنا غاب المنطق كما وغابت الوظيفة، فأصبح الأمر فعلا نكاية أفعالا وردود أفعال، سلسال من الحركات اللا إرادية المتتالية لا يوقفها إلا نفاذ ما في العضلات العاملة من مخزون طاقة، وقد تقف أيضا بسبب التخامد العفوي في قوة المنعكسات الوليدة، فيتخامد الفعل كما ويتخامد رد الفعل إلى أن يتلاشيا أخيرا. You